السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا بريوات بالدجاج بالحامض مصير، طريقه سهله لذيذه تقليديه بنينه بزاف، وغادي تشوفوا ما تاخذش الوقت بزاف مع الثيرموميكس. غادي نحتاجوا ليها الواحد كيلو ديال الدجاج ما بين فخيدات صدر بحال اللي موجود عندكم، غادي تشوفوا بان الثيرموميكس غادي يسهل علينا الماموريه. غادي نحتاجوا واحد كوبلي عامر ديال الماء يعني 100 مليلتر، غادي نحتاجوا خمسة ديال الدروس ديال الثومه، واحد القبطه ديال القزبر ومعدنوس، نص حامضه مصيره هكا مشلدينا مقطعين طريفات صغار، 40 غرام ديال زيت العود، معلقه صغيره سكينجبير، معلقه صغيره الخرقوم، معلقه صغيره الملحه، وطبعا باش نصوبوا البريوات خاصنا الورقه ديالنا من الاحسن ديال البخار. اول حاجه غادي نديروا كالعاده هي اننا تنديروا الشرموله ديالنا اللي فيها القزبر ومعدنوس والثومه، تنطحنوهم خمسه ديال الثواني لا فيتيس سبعه. من بعد هذه المرحله هذه غادي نزيدوا التوابل ديالنا والماء والزيت البلديه، ناخذوا المعلقه باش نديروا التوابل ديالنا كاملين، معلقه الملحه، معلقه الخرقوم، معلقه سكينجبير، سنعرفوا بان الدجاج تيبغي بزاف سكينجبير، 40 غرام ديالنا ديال الزيت البلدية، أو الماء ديالنا قبيلا قلت لكم كوبلي هي غير نص كوبلي فقط، يعني 50 مليلتر فقط ديال الماء. هادشي كله غادي نطحنوه حتى هو المدة ديال 5 ثواني دائما، هاد المرة فيتاس 4. لاحظوا معايا بان الطياب ديال الحشوه ما تياخذناش الوقت بزاف، وجدوا المقادير ديالكم على اتساع وكل شيء غادي يدوز دغيا دغيا. دابا غادي نزيدوا الدجاج ديالنا، هاد طريفات الهبره اللي عندنا، عندكم جنيحات لي كويس اون تو لي كا، حنايا من بعد غادي تشوف شنو غادي نديروا بهم. طبعا فهمتوا بان هادشي كله غادي يطيب، لمدة ديال 30 دقيقة نص ساعة، فاغوما سونس انفيرس ميجوتاج، ونتلاقاو من بعد. فاش طابلينا الدجاج ديالنا غادي نفرتوه بحال هكا، نحيدو منو العظيمات، نفرتوه نرجعوه هكذا لو بول ديالنا باش نعاودو نطحنوه. غادي نطحنوه 5 دقائق فاغوما، هاد المرة غادي نديرو لا فيتيس 3 باش يفرتو لينا ويجينا بحال هكا. هذه الحشوه اللي غادي نعمروا بها البريوات ديالنا، باش يجي لنا بحال هكا لاحظتوا بان المرقه ما بقاتش، فبالتالي هاد الخمسه دقائق خاصنا نحيدوا لو كوبلي من البول ديالنا باش تبخر هذيك المريقه هذيك، ويبقى لنا الدجاج ديالنا ناشف ومطحون بطريقه متساويه بحال هكا. دونك غادي نرجعوا 5 دقائق فاغوما فيتيس 3 من بعد ما ديزوسينا الدجاج كامل. من بعد ما طحنات لنا الحشوه ديالنا غادي نزيدوا على هذاك الحامض المصير اللي قطعناه طريفات صغار بحال هكا، نخليو كل شيء يبرد بضع دقائق باش نعمروا به البريوات ديالنا. العمارة ديالنا هي دي وجدات، تتجي هكذا ناشفه
ريحتها غزاله، تتفكر بالك الاطباق المغربيه اللي بالحامض مصير، يعني البريوه فاش تاكلوها بحال اللي تتغمسوا في واحد الطاجين ديال الدجاج مصير. هي طريقه عصريه غادي نقولوا لتقديم واحد الطبق تقليدي مغربي محض. غادي ناخذوا الورقه ديالنا داك كالعاده، البراني هو اللي رطب والدخلاني هو اللي حرش. ناخذوا القياس ديال الحشوه ديالنا ونلويو البريوات ديالنا كيف ما سلويهم دائما كالعاده. الى جانا هادشي كثير نقطعو منه. انا دائما تنستعمل البيض او عفوا الطحين والماء. كاين اللي تيستعمل البيض، الا كنتو غتستعملوا البيض البيض ما تقليوهمش، ديرهم في الفران. على اي حنا الوصفه ديال اليوم غادي نخشيوها في الفران باش تكون صحيه اكثر، غير الا كنتو غتقليوهم ما ديروش البيض البيض. فوالا البريوات ديالنا ها هما دو موجودين، دخلوهم الفران ونوريكم الطبق النهائي ان شاء الله. البريوات ديالنا بالدجاج والحامض المصير ديالنا هما دوجدوا لذات بزاف، ثقوا بيا. بالنسبه للناس تنصحهم بهذه الوصفه هذه، لان بحال اللي فريمون تياكلوا طاجين ديال الدجاج بالحامض المصير لذيذ بزاف، ريحته غزاله وفيه هذيك النكهه التقليد ديال المغربيه الاصيله. بالصحه والراحه، ما بقى عندكم عذر مع تيرموميكس، تلاقاو في الوصفات الجايه باذن الله.